شوف ساعة بالنسبة للنادي الرياضي صغير شوف لي سوبورتير لي بلوز اكزيجون في تونس أكثر من لي سوبورتير نتاع الترجي وأكثر من سوبورتير من النادي الإفريقي الكل هو النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي حتى وقتها يربح وما يلعبش بالكذا الصفاقسي ما يبداش مرتاحين ما يبداوش فرحانين. ثم ضغط كبير ياسر على الهيئة المديرة على اللاعبين على المدرب لأنه مصفقسية هكا. وقت تلقى روحك قدام الأشياء هذوما كل الربح يسهل لك يسهل باش تلقى معناتها باش تلقى الحلول وكل. بالنسبة لي أنا النادي صفاقسي مازال نقطة استفهام. شو معناتها نقطة استفهام؟ مازلنا ما نعرفوش القيمة الحقيقية متاع الفريق هذايا. تغير ثم جوارات جاو ثم جوارات مشاو ثم جوارات رجعوا ثم نقاط استفهام بالنسبة لفلسفة المدرب وشنو اللي يحب يعمل المدرب وكل. لي ريزولتا هذوما يعاونوا برشا معناتها النادي الرياضي صفاقسي. بالنسبة لقوافل القفصة شوف الفريق اللي ما عندوش الإمكانيات والفريق اللي مش عامل تحذيرات باهية معناتها في قدر الطموحات وكل دائما ما يبداو الموسم معناتها بالطريقة هذية. التساؤل ولكن مش بالنسبة معناتها قوافل القفصة برك هل معناتها الفرق هذية عندها الإمكانيات المادية والزاد البشري وخاصة ريتم تاع الموسم تاع السنة ريتم معناتها سي المال قوام الأعمال سامي العكريمي. النجم الساحلي مكرم اللقام يكتفي بالتعادل السلبي أمام مستقبل سليمان. صاحبي النجم الساحلي ثم تحسن في مردود وشفنا تحسن ملحوظ شفنا لاعبين قاعدين يتطوروا قاعدين يقدموا لكن النجم الساحلي اليوم يلعب في زوز بطولات يلعب بطولة ضد فرق تونسية ويلعب بطولة ضد لجنة نجي جويني. يمكن نشوفوا نحن في دقيقة 87 ضربة جزاء واضحة قدام الناس الكل حتى اللي عمره ما زفر يزفرها على 4 متر من الاربيتر ويقول له العب ما تنجمش تكون الأمور بريئة خاصة اللي نحن حذرنا من سفارة سي صادق السالمي اللي في تاريخه كل ضربه جزاء كلها يا ضد النجم الساحلي يا ما يزفرهمش النجم الساحلي. اليوم ما تنجمش تواصل الامور هيك. حتى الهيئه التسييريه صحيح فزبير بها بيا وعبد النور بنصر عمار الشرميتي كورجيه صحيح كورجيه اما كورجيه راك يلزمك تكون زاد ما تنجمش تتعامل مع لجنه كيما هيك بالواتساب باللغة هذه خاطر هذوما اربيترات خذاو بلغتنا خذاو عليك لهف يظلموك في سوسة ويظلموك البرة أصبحت الأمور عادية جدا. تو قبل كنا قولوا هو اربيتر صغير غلط اليوم اربيتر الصغير والكبير والمتوسط يجي يظلمك خاطر راك أنت باسيف حتى كي يظلمك ما عندك ما تعمل له. اليوم سي ناجي جويني هذيك المولى وهذيك المولى مرة أخرى راك قاعد تغلط ضد فريق كبير اسمه النجم الساحلي والظلم ما يحبوا حتى واحد. كان الهيئة التسييرية متربين برشا وراضين راهو جمهور النجم الساحلي مش راضي بالظلم هذا راهو ما تجابش في 4 مقابلات تنحي لي 4 نقاط وكذا نقاط معناها شو تحب انت بالضبط ومش المرة الأولى وهذا عيب. الحقيقة نقطة استفهام اللجنة ونقطة استفهام الهيئة التسييرية الزوز واضح مكرم اللقام احنا العدل هو المطلوب بين كل النوادي. اي حكم ما تخسرش الانوان كل فريق اعطيه حقه باش يربح ولا يخسر اذا يستحق يربح يربح واذا يستحق يخسر يخسر. الاتحاد المنصيري سي عبد المجيد قوبانتيني ينتصر على اتحاد بنقردان هدفين مقابل صفر وثورة غضب عارمة في بنقردان يتهمون كذلك الحكم اللي هو قدم هدية للاتحاد المنسيري ضربة جزاء وهمية وخيالية. وقبل ما نعطي الكلمة نحب نفتح قوس صغير بربي رو اتحاد بنقردان رو فريق تونسي يزي ما نقدر لهذا الفريق على أساس فريق المنظومة السابقة وفريق رئيس الجامعة السابق وديع الجري ربي يخلص وحله وهذا الفريق كان قبل ما مسنود والحكام يدزوا معاه بأوامر
يزونا اللي فات مات ويزونا من هالبروباغندا اللي صارت، ربما فما كلام صحيح وفما كلام غلط. اليوم اتحاد بن قردين راهو فريق تونسي من حقه باش يربح ومن حقه باش يقعد في الرابطه الاولى ومن حق اتحاد بن قردين باش اذا عنده ضربه جزاء تعطيها له، واذا زاد اتحاد بن قردين تحبوا تطيحوه راهو زاد عيب، اذا تحبوا تعملوا له منظومه تخدموا باش تطيحوا راهو عيب. اتحاد بن قردين على غرار كل النوادي يلزم ياخذ حقه، وانا شخصيا راه ظلم في مباراه الاتحاد المنستيري من حيث ضربه الجزاء اللي منحت للاتحاد. تفضل. ان شاء الله ضربه جزاء اللي تعطات مهزله في الحقيقه في حق فريق اتحاد بن قردين، هذا ما يمنعش الاتحاد المنستيري فريق معناتها قوي برشا على ميدانه ما يساومش، معناها يحضر ماتشواته، الاكيب تلحمت مع بعضها، معناها برغم اللي فما برشا وجوه جديده، لكن تحس اللي المدرب هذايا محمد الساحلي يعرف كيفاش يعمل التوليفه صحيحه، وتقريبا مش قاعد يغير، تقريبا يدور في 13 14 ملاعبي ودينا نفس المردود، معناها الاتحاد اصبح من الفرق اللي صعيب باش يمشي مسير وباش ياخذ منها نقاط. هذا ما يعنيش انا بن قردين ظلمت، ظلمت في الوقت اللي الاتحاد بن قردين معناها بدا معناها يكور وبدا يلعب، وبالرغم اللي هو خاص واحد بلاش جات بلانتي معناتها اثنين بلاش صعبت عليه النتيجه. عمر فال سجل الهدف بتاع الاتحاد بن قردين في اخر المقابله، لكن هنا وقت تظلم فريق معناتها مش المره الاولى الناس ولي تتساءل كيما نشاطر انا مكرم خاطر بلانتي تاع ليتوال تاع لا كامارا معناها يصفرها اي حكم يصفرها، معناها اذا اليوم الغلطات باش تقعد تتكرر تي فوسي لي شامبيونان. وانا سمح لي سي صالح بربي، وانا سي صالح انا تسرقني حكم وتنحي لي حقي ومن بعد عاقب شيمني فيك تعاقب ولا ما تعاقبش، انا خسرت 3 بوان يا صاحبي. الحاجه سامحني، لا تفضل. بن قردين ذر دوبلومون، راه بن قردين تزفرت ضدها بلانتي مش موجوده ونحالها بلانتي موجوده، حرام عليه حرام عليه الحكم هذا. سي عبد المجيد الصدق السالمي والحكم اللي زفر مكرم بالسنه ملاحظه بعد في بالي بيك نخبت من غير ما تعمل لي صبعك هكا ولا شيء. هاي تفضل. وحاجه اخرى راني شفت اكبر واحد كان ينتقد في بن قردين هو أني. اليوم نرفض رفضا قطعيا مش ظلم الجمعيه هذه وندافع على هذه النادي باش ياخذ حق. شوف وقت تاخذ حق العباد نتكلم، وقت ياخذوا لها حقها راهو من حقها مش العب ولا لتصفيه الحسابات مع بن قردين ولا غيرها، راهو عيب اهالينا في بن قردين توانسه وعنده باسبور اخضر، معناها زايد الحكايات اللي عم فيهم سي ناجي. واضح سينا ما نقولوش